بيتك يا ام سليمان. ربما لطالما تساءلت من هي ام سليمان، واصابك الفضول لتعرف حقا زوجها ابو سليمان اين كان. هل كان فعلا في الحقل يقطف الخوخ والرمان، ام انها مجرد حجه غياب بعيدا عن اعين زوجته المتسلطه ام سليمان؟ لا تتوجه بهذه الاسئله لفيروز التي غنت الاغنيه في فيلم بنت الحارس المنتج عام 1968، او للاخوين عاصي ومنصور الرحباني اللذين كتبا ولحن الأغنية، بل قد يكون عليك أن تستمع لمطلع هذا الموال أولا. حينها ستعرف أن أبو سليمان الذي استخدمت أغنية فيروز للسخرية منه في محطات تلفزة وراديو عربية هو حافظ الأسد الذي وصل إلى حكم سوريا بانقلاب عام 1970. رغم أن أغنية فيروز ذائعة الصيت لم تكن بالأساس تتحدث عنه، لكن الأمر وصل به ليأمر الإذاعة والتلفزيون بمنع بث أغنية توك 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 يا أم سليمان نهائيا، خاصة بعد أن تقصدت الإذاعة العراقية بث الأغنية يوميا بتوجيه من صدام حسين إبان تأزم العلاقة بين النظامين السوري والعراقي نهاية السبعينات. وظل الحال على ما هو عليه حتى بات المنع في سوريا يتعلق بلقب أبي سليمان ذاته واستبداله بأبي باسل، مع بدء حافظ تهيئة ابنه البكر باسل الأسد للحكم، ليفرج عن أغنية توك 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 يا أم سليمان في إذاعة دمشق المعتادة على استقبال قرارات منع الأغاني والإفراج عنها. لكن لأسباب مختلفة على رأسها مدى الرضا عن هذا المطرب أو بغض آخر، ليجري أحلال مطرب محل آخر والإعاز بالتركيز على هذا بدلا من ذاك، إضافة لأسباب إيديولوجية وسياسية لطالما اعتمدها النظام السوري، مثل منع الأغاني المصرية في سوريا عقب توقيع معاهدة كامب ديفيد، وحجب الأغاني التي غنت أشعار نزار قباني بقرار من حافظ الأسد شخصيا عقب مهاجمة نزار قباني لحافظ وشقيقه رفعت بأشعار أهمها قصيدة الديك. كما تم وضع جميع الأغاني العراقية على القائمة السوداء بعد التوتر بين صدام وحافظ، الذي أمر أيضا ببث أغنية يا صبحة هاتي الصينية للمطرب موفق بهجت للسخرية من أم صدام حسين واسمها صبحة، وهو السبب ذاته الذي حدا بالإذاعات الكويتية بث الأغنية، وبالتالي منعها تماما في الإذاعة العراقية بأمر من صدام حسين، إضافة لمنع أغنية صبوحة خطبها نصيب من التراث اليمني للسبب ذاته. وفي عهد بشار الأسد بسوريا لم يختلف الحال، بل ازداد قمع الأغاني، إذ يتولى نقيب الفنانين زهير رمضان الانتقام من أي فنان لأسباب سياسية أو شخصية. وتعد أسرى نصر أشهر الفنانين الممنوع أغانيهم تماما في سوريا عقب أعلان موقفها المؤيد للثورة السورية منذ انطلاقها عام 2011. أغنية وحاكم. لم يكن حظر الأغاني بالإذاعات العربية لأسباب شخصية حكرا على حاكم عربي دون غيره، فلطالما حفل تاريخ الفن والأغنية العربية بمواقف مثيرة للسخرية والتهكم، تتعدى دور الأغنية بإمتاع وأطراب المستمع لتصبح أداة للنكاية بين الزعماء العرب أو حتى من إذاعات أجنبية موجهة، أشهرها حرص هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بعد تأميم مصر قناة السويس على بث أغنية البوستاجي يشتكو من كتر مراسيلي للفنانة رجاء عبدو، وأغنية يبتاع البوستا للفنان إسماعيل ياسين نكاية بالرئيس المصري حينها جمال عبد الناصر لتذكيره والسخرية من أصوله الفقيرة وأن والده كان مجرد موظف في البريد، ما جعل عبد الناصر يمنع بث الأغنيتين على الإذاعة تماما. كما كانت الإذاعة العراقية تتقصد بث أغنية بيع كلام للفنانة اللبنانية صباح بعد كل خطاب لجمال عبد الناصر لتوصيل رسالة سياسية بأنه يتكلم ولا يفعل، وهي الأغنية نفسها التي كان يأمر ببثها صدام حسين بعد كل خطاب للرئيس المصري السابق أنور السادات إثر توقيعه اتفاق سلام مع إسرائيل. ما حدا بالسادات ومن قبله عبد الناصر اعتبار هذه الأغنية من المحرمات على إذاعة مصر.
وتبقى بين أغرب قصص منع أغاني لإسقاطات سياسية عندما منعت مصر بث أغنية يا مصطفى يا مصطفى التي غناها المطرب بوب عزام، إذ لم يخطر على بال أحد أن مقص الرقيب المصري بعد ثورة يوليو 1952 سيعتبر الأغنية المنتجة أواخر عام 1959 اشتياقا للعصر الملكي. فمصطفى بحسب زعم إذاعة مصر تشير لمصطفى النحاس رئيس الوزراء بالعهد الملكي. أما 7 سنين في العطارين فالمقصود بها مرور 7 سنوات على إسقاط الملكية. وفي عهد أنور السادات بمصر تم منع أي أغنية تمجد عبد الناصر، أبرزها طوف شوف لأم كلثوم وقلنا هنبني لعبد الحليم حافظ وأنا شفت جمال لصباح، فيما كان سبب منع أغنية ياه من سحر عيونك من إذاعة مصر أنها بالغت بالميوعة والدلال خلال غنائها لها بحفل حضره عبد الناصر. وفي تونس بين فترة حكم الحبيب بورقيبة منعت أغاني فيروز لرفضها الغناء له في حفل خاص بمناسبة عيد ميلاده، كما منع زين العابدين ابن علي فيما بعد بث أغنية هزين هذا الواش للفنانة عليا لأنه اعتقد أن تأويله هو ما جدوى هذا الزين أي بن علي. لبنان أيضا شهد منع أغاني فيروز مدة أشهر لرفضها الغناء للرئيس الجزائري الهواري بومدين. وفي المغرب تم منع بث أغاني عبد الحليم حافظ بأمر من الملك الحسن الثاني بعد أن باين أن عبد الحليم غنى في الجزائر ضد المغرب عام 1963، ولم ينتهي المنع حتى عام 1969 عندما عاد العندليب إلى الرباط وغنى الماء والخضرة والوجه الحسن ليفرج عن أغانيه بالمغرب. وأنت هل تعرف أغاني أخرى دخلت بحروب حكام ورؤساء وملوك العرب؟